اللي اعرفه ان مامتها شغاله في الشهر العقاري، وان باباها مطلق مامتها بس من زمان قوي. باباها مطلق مامتها. حلو الكلام ده. حد فيكو عنده معلومه تانية وما قالهاش لسه؟ هتبحكوا. ها باباها مش بيسال فيها ومهتم بولاده اللي جايبهم من مراته التانية. ولاده اللي جايبهم من مراته التانية. عنده كام عيل ما تعرفيش؟ لا. مس ممكن اروح الحمام؟ بطني بتوجعني قوي. افصلينا بقى في الموضوع المهم اللي بنتكلم فيه. هو احنا مش هنترحم من بطنك دي؟ يعني هو ابوكي فالح يروح يعمل لك محاضر وبلاغات ومش عارف يوديكي للدكتور يا اختي؟ ما هو اداني وكتب لي كمان على دواء مش جايب نتيجه. اتفضلي قومي قوميها يا اختي، قومي روحي على الحمام وما تختفليش زي البت راندا، هطلعكوا من تحت تقطيع الارض. ثانيه وتكوني عندي. ماشي سيبكم البت راندا، كلموني شويه في الواد علي. علي مامته ميته من زمان. عارفينها، مامته ميته وابوه مسافر. انا عايزه الجديد. الجديد يا ميس ان ابوه مش مسافر ولا حاجه. امال ابوه فين؟ انا في مره كده رحت له المنطقه وعرفت ان ابوه في السجن. سجن؟ طب ده سجون يعني. طب ولما هو في السجن مين بيصرف عليه؟ ها مين بيصرف؟ مين بيدفع له مصاريف المدرسه؟ انطقه. مش صدفه ممكن لحظه؟ طبعا يا حبيبتي جايلك. ميس هي البت دي عايزه منك ايه؟ وانتي مالك يا اختي؟ انتي مالك؟ في ايه؟ مالكيش دعوه. ايوه البت دي لغات. ايوه لغات بس هي طالبه هنا عندنا في المدرسه، ايه المشكله يعني؟ ولا انتي في الليسيه فرنسيه يا اختي؟ من الاخر كده يا ميس البت دي ضريبه، وحضرتك عارفه كده من ساعه ما وديتيها المستشفى. البت دي ايه؟ ايه اللي انتي بتقوليه ده؟ ضريبه؟ انتي مين قالك الكلام ده؟ يا قرشانه يا صغيره. خطيبك قال كده لرنا ساعة لما راح لباباها عشان يتنازل عن الشكوى اللي كان عاملها فيكي. يخرب بيتك يا طارق. ميس من الاخر كده البت دي انا متخانقه معاها وهلبسها حوار يطلعها على المصر. ده ايه يا اختي؟ تلبسيها حوار؟ تلبسي مين وتقلعي مين؟ ها؟ عارفه يا مقصوفه الرقبه لو جيتي جنبها اعمل فيها هفرامك، هفرامك كده فارم، فاهمه ولا مش فاهمه؟ فاهمه. بقول لكم ايه؟ البت دي تخصني. اللي هيجي جنبها هقطم رقبته. وقد انظر من اعذر. هي كانت اعذر صح؟ اهو انظر وخلاص. انظر ولا ما انظرش؟ انظر ولا ما انظرش؟ اعذر. انظر ولا ما انظرش؟ انظر. تقول قرف. اشترك في باقات واتشة الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.